خلونا نسمع التفاصيل من المبدع جون ميلاد. مساء الخير استاذ جون. مساء الخير استاذ خيري. اهلا بيك. انا بعتذر لك عن التاخيرين في حقك، يعني اننا نتاخر عليك الوقت ده وانت راجل، احنا الرئيس الامريكي او الرئيس الروسي او اي رئيس بيجيب سيره مواطن مصري بنفرح ونهلل، وانت بتعمل حاجه محترمه، فانا بعتذر لك ان احنا قصرنا معاك. العفو. اشكرك اشكرك جدا على احترامك، وهي كان مش الرئيس الامريكي بس، ده على هامش الجمعيه العموميه للامم المتحده في مبادره كلينتون العالميه لتكريم المبدعين وحمله نوبل، يعني على مدار 10 سنين كلموا 120 شخصيه، السنه دي كان اربعه، انا واحد منهم. كويس قوي. انت فوجئت بالرئيس الامريكي بيتكلم عنك وبيجيب اسمك؟ انا فوجئت بعد حوار ده بيني وبينه في صوره وديه عن ما تفعله امريكا، وكان بيبتسم وبيقول احنا اصدقاء ودي الحياه، وبعد كده يكرمني، فانا ذهلت وفاجئت جدا. ما تخيلتش انه يعرف تفاصيل شغلي في حته، ما يعني في حتت ما حدش يعرف عنها حاجه، فلاحين وعمال واطفال في الشارع وضحايا تحرش، يتكلم بتفاصيل انا يعني اعجز عن ان انا ارصدها في جمل قصيره زي دي. طيب ممكن تقول لي جزء من الحوار اللي دار بينك وبينه؟ وانا قريت حاجه على احد المواقع بتقول ان انت انتقدت سياسته في المنطقه وتدخله في مصر، وهو رد عليك وقال لك اكيد عندنا اخطاء، هل ده صحيح؟ انا وريت له صور اللي كنت رافعها في الثوره ضد اوباما سي سوري وامريكا مقبره الحريات، وقلت له كده اخر جمله كانت بيني وبينه، قلت له انتوا وقفتوا جنب الشعوب، لكن الاوقات اللي فاتت الشعب عانى من وقفكم جنب الحكومات. نعم. وقال لي دي اخطاء الامس، واحنا دلوقتي اصدقاء، وهي دي الحياه ان احنا نقف نتكلم دلوقتي يا جون، وابتسم. وكان يعني هو حواره ده في حد ذاته خلاني اراجع نفسي في رؤيتي للشكل الامريكي الفج اللي دايما بشوفه، يعني انا في اول اجتماع رسمي معاهم قبل اخد الجايزه، انا مش عارف اني اخد جايزه. نعم. قلت لهم انا بكرهكم وبكره شغلكم وجاي اكتشف الجميل الثاني او الوجه الاخر اللي انا مش عارفه. واستقبلوها بعض بصدمه والبعض، لكن في النهايه الحوار خلق ان انا بقيت شايف ان هم ابتدوا يشوفوا مصر بطريقه ثانيه. في تحول في التفكير يمكن، او في صدمه ان كمان في فن في مصر بيعمل تغيير مجتمع. ولسه بتلاقي مشاكل لسه في مصر؟ ايوه اكيد في مشاكل كتير، بس فرحه البسطاء والتغيير الحقيقي وسط الشعب بيخليني الناس البسيطه والفلاحين، الفلاحه اللي تمسك فرشه وترسم، والطفل اللي يبتسم، والفتاه اللي بعد التحرش، كل ده بيخليني اعرف ان في حاجه تخلينا نكمل يا استاذ خيري، لان زي ما انت قلت الحلقه اللي فاتت ان مصر يعني مش هي اللي بتكره اولادها، لا احنا الشعب اللي لازم نبقى حنينين على بعض. انا فاكر الجمله اللي انت قلتها صحيح، هي للاسف ان ليا رؤيه كمان ان الارض حنينه لكن الناس ساعات تكون، يعني الارض دي اصيله وحنينه جدا. ده احساس جميل قوي، يعني انا فرحان باحساسك ده، ونفسي نتفق واحنا على الهوا انك تيجي وتعمل ولسه على الهوا والناس تشوفك على الهوا، انت وابطالك اللي من لحم ودم واحساس. الله يخليك يا خيري، وهي دي مصر الحقيقيه مش كلام وخلاص، لان وانا واقف هو بيقول جون جات فروم ايجيبت، ان احنا بنقف عشانه النهارده وستاند تو هيم. انا حسيت الناس دماغتها بتتلوح ان مصر تانية موجوده غير اللي بيحكوا عنها وغير اللي بيحاولوا ما يجوش عشان خايفين منها. مصر هتفضل جميله. ساعتها حسيت قد ايه الفقر ان انا مصر. طبعا الاهتمام الحقيقي بالفن والحاله الفنيه اللي موجوده، من ناحيه ان في تصور ايجابي من ناحيه المجتمع الدولي والولايات المتحده ورئيس امريكي انه شايف نظره اخرى، اعتقد ده شكل المصر مختلف، يخلي حاجات طبعا تختلف، يخلي في وجهه نظر مصريه وطنيه ابتدت تبقى موجوده، وبتقول ان في دوله ليها سياده ليها حضاره ليها ثقافه. يعني انا شفت حاجات كتير جدا مش اسم جون، شفت. طيب مصر. انا بس كنت بحاول اثبت حاله واسجل ان احنا بنتفق على الهوا انك هتكون ضيفنا هنا، يعني انا يشرفني جدا، هننسق معاك بعد الهوا مباشره ونتفق على شكل الناس تشوف ابداعك وفنك، ويعني نفرح المصريين بمصر زيهم. بشكرك جدا. ميرسي جدا، وانا فرحان جدا بتقديرك. ربنا يخليك جون ميلاد المبدع المصري اللي رفع راسنا.